أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن المجالس التشريعية تقدم جهوداً بارزة ومتميزة لتعزيز دور المرأة وإسهاماتها في المجالات كافة، إلى جانب ترسيخ مكانتها والمستويات التي وصلت إليها. وأشارت الشعبة إلى أن تجربة مملكة البحرين في دعم برامج تمكين وتقدم المرأة البحرينية تعتبر من التجارب الرائدة لإبراز دورها الفاعل في المسيرة التنموية للمملكة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماعات مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 43 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد. وأوضحت الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تحقق تقدما متواصلا في تعزيز التوازن بين الجنسين، لافتة إلى أن المملكة تمتلك تجربة زاخرة في تبني وتنفيذ الخطط التي ترسخ حقوق المرأة وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص. ونوهت الشعبة البرلمانية إلى أن تقرير التوازن بين الجنسين الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة يعكس تضافر الجهود والأدوار المتعددة التي يقوم بها المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والمساهمات الكبيرة المبذولة في إطار تحقيق التوازن بين الجنسين. بدأت اليوم اجتماعات مكتب النساء البرلمانيات على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي 143، وكان اجتماع المكتب صباحا بخصوص اقرار بنود جدول الاعمال، وايضا انتخاب النائب الثاني لرئيس المكتب، وايضا استعراض المواضيع التي سيناقشها الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعاته والتي تختص بالتوازن بين الجنسين وجهود البرلمانات في هذا المجال. ومن ثم كان هناك المنتدى الخاص بالنساء البرلمانيات والذي أيضا يركز على موضوع التوازن بين الجنسين والتشريعات الخاصة في هذا المجال، وأيضا استعراض تجارب الدول والبرلمانات ومشاركة البرلمانيين في هذه التشريعات. وكانت هذه فرصة لاستعراض تجربة مملكة البحرين وإبراز إنجازات المملكة في هذا المجال بدعم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للمرأة البحرينية، وأيضا إنجازات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، وأيضا دعم البرلمان البحريني بغرفتيه للتشريعات الداعمة للمرأة والتوازن بين الجنسين.